كذلك من الأشياء الشائعة أن يقال في من أصيب بعلة تعوقه عن القيام بشؤونه هو معاق. ليس معاق، وإنما هو معوق أو معوق مع المبالغة. فإن اللغة السليمة أن يقال عاقه يعوقه، لا أن يقال أعاقه. إذا عاق ليس لها معنى من هذه الناحية. وشاهد ذلك قول كثير: إذا ما أراد الحرب لم تثن عزمه، حصان عليها نظم در يزينها، نهته فلما لم تر النهي عاقه بكت، فبكى مما شجاها قطين. ويقال معوق للمبالغة، كما في قول الله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم. ومثل ذلك أن يقول في القيام بشؤون العيال: معيل فلان يعيل أسرة ويعول أسرة، وليس يعيل أسرة. ومن الأخطاء الشائعة أيضا أن يقال هذا الأمر مفضح، هذا الأمر فاضح.